تعالوا نناقش الكلام ده مع الاستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي الكبير. اهلا بحضرتك يا فندم في شاشه 7 دي سبورت على قناه النادي الاهلي. اهلا اهلا، ازيك يا كابتن عبد الرحمن؟ ازي حالك؟ اخبارك ايه يا عبد الرحمن؟ انا عايز اعرف بس الاول، يعني طبعا بيان اعتذار اتحاد الكوره، والبيان ده شفته ازاي وراي حضرتك فيه ايه؟ طبعا انا الاول برحب بحضرتك جدا على وجودك معانا في 7 دي سبورت. اهلا اهلا بيك يا عبد الرحمن، ازيك؟ لكن ايه رايك في بيان اتحاد الكوره العاطفي اللي نزل ده، او ايه تعليقك على الحجج اللي قالوها؟ بص، هو لا طايل عاطفي ولا طايل عملي. هو بيان معلش يعني مع احترامي ملوش اي طعم ولا معنى. يعني هو الوضع الطبيعي، احنا شفنا اللي بيفشل بياخد قرارات. يعني في مدربين استقالوا بمجرد ان هم خرجوا، وفي مدربين اقيلوا. فانا ما اعرفش التقارير اللي هم منتظرينها ممكن يبقى فيها ايه غير اللي احنا شفناه واللي هم شافوه. يعني هم شافوا حاجه غير اللي احنا شفناها؟ ما اعتقدش. يعني كل حاجه باينه زي ما بيقولوا على عينك يا تاجر وباينه. فالقرار كان يجب ان يكون يعني هقول ايه بعد العوده مباشره، مش طب انا عندي سؤال لحضرتك بصفتك ناقد رياضي كبير غطيت احداث كبيره جدا. تمام. دلوقتي احنا شفنا وليد الركراكي مثلا طلع قال انا اتحمل المسؤوليه كامله بعد الماتش على طول، بعد الماتش بخمس دقائق بالظبط قال انا اتحمل المسؤوليه كامله واللعيبه لهمش زي وحمل لعيبته وطلع هو شال الليله لوحده. شفنا فوزي لقجع مثلا في الاتحاد المغربي قبل الماتش بخمس دقائق كان ليه تصريح ان احنا هنعالج الاخطاء وان في اخطاء اداريه وفي اخطاء فنيه. تمام. واليو سوسيه نفس الكلام في السنغال. احنا ليه حتى ما اديناش مدير فني فرصه ان هو يتكلم؟ يمكن الراجل يبقى عنده كلام كويس. الحاجه الوحيده اللي قالها انا مكمل لحد كاس العالم بس. وبقى ده قمه الاستفزاز، ان انا مكمل لكاس العالم. يعني كان كاس الامم الافريقيه مباريات وديه تجريبيه استعدادا لكاس العالم. هو متخيل، مع كل الاحترام للفرق اللي معانا في تصفيات كاس العالم، ان هو مش هيوصل لكاس العالم مع ضمن 9 فرق. يعني احنا كنا بنلاقي مشكله لما يكون مثلا فريقين في افريقيا هما اللي هيتاهلوا، 3 هيبقى في منافسه بين الكبار. انما احنا شايفين 9 مقاعد في كاس العالم، 9 مقاعد ومنتخب مصر في التصنيف الاول، يعني من اعلى 5 منتخبات يعني في افريقيا. يعني ما عندوش اي حجه. بص، هو الراجل الحقيقه ما فهمش حاجه عن منتخب مصر، ما فهمش حاجه عن الفرق الافريقيه. طب استاذ جمال، هو مين المسؤول يفهمه؟ مين مسؤوليه مين في اتحاد الكره يفهمه؟ هو المفروض اول حاجه في العقد اللي تم يا عبد الرحمن لازم يكون فيه زي ما انت بتكتب له شرط جزائي. انت كاتب له شرط جزائي لو حبيت تمشيه بعد كاس الامم تدفع له 3 شهور، يعني 200,000 يورو، 600,000 يورو، حوالي 700 وشوية دولار، 700 وشوية ألف دولار. لما أنت بتكتب له مستحقاته لو أنت مشيته أو لو حبيت تمشيه، كمان كان يجب عليك أن أنت تحط له تارجت لو ما وصلش ليه. صح، لسه كنت بقول كده. يعني مدرب منتخب تونس هو طلع من نفسه بعد الماتش قبل ما حد يكلمه قال أنا كده في تعداد المقالين، لأن أنا التارجت بتاعي كان وصول قبل النهائي. تونس كانت حاطة تارجت. ما هو اللي أنا عايز أقوله إيه؟ أنه انت مش مديله هدف يشتغل عليه او تارجت يشتغل عليه. انت زي ما عرفنا يعني العقد السري اللي مش عايزين يعلنوه، وكل البنود بتاعته الاساسيه اتسربت. هما مش كاتبين له في العقد ده حاجه، ده هما قالوا له عايزينك تعمل مشروع. خلي بالك كله كلام عام ما تقدرش تمسكه. هو يعني ايه بس مشروع يا استاذ جمال؟ يعني انا عايز اعرف يعني ايه مشروع كدا. يعني حد يقول لنا ايه مشروع؟ يعني مشاريع دي في الانديه افهم، مشاريع مثلا في الانديه تطلع جيل جديد، مشاريع بالضبط. في الانديه تعمل انديه تجاريه تبيع لاعبيها مثلا، يعني كلمه. انما في المنتخبات يعني ايه مشروع؟ كلمه مطاطيه جدا ما تقدرش تحاسبه عليها. انت عارف هو ممكن يرد عليك يقول لك ايه؟ ما انا عملت مشروع، ان انا اشتركت في البطوله، وان انا اكتشفت لاعب زي بالظبط فلوسك شغلتها وخسرت معايا. بالظبط، هي بالظبط كده. يعني انت فلوسك شغلتها وخسرت، هتعمل له ايه؟ فطبعا ده منطق انا معرفش ازاي بيتكرر
وبعدين لو تلاحظ حاجه، كيروش بعد ما مشي من هنا راح ايران تقريبا بمرتب غير كاس العالم، بمرتب غير اللي كان بياخده هنا خالص، راح ب 40,000 دولار بالظبط انا فاكر. طيب يبقى انت دلوقتي برضو ما هو ده من ضمن الاشياء التي يجب انها تتحط. لا وروي فيتوريا نفسه مرتبه كان ايه قبل ما يجي منتخب مصر؟ ما كانش 200,000 دولار مستحيل. عارف لو المدرب ده هياخد 200,000 يورو ويوصلك كاس العالم ويوصلك نهائي كاس افريقيا وتكسبه ماشي هنفرح، انما اساسا انت هتديله الفلوس دي وفي نفس الوقت انت مش محدد له حاجه. طب انا هفترض لا قدر الله ان هو كمل لغايه كاس العالم وما وصلناش، يا نهار ابيض، هتحاسبه هتقول له ايه؟ ما خلاص بقى، هو متوقع ان هو عمل مشروع بقى فلوسك شغلناه وخسرت زي ما يعني عملكوش. يعني بصراحه انا شايف ان ده تهريج، وعلى فكره التهريج ده موجود في الكره المصريه من سنوات. يعني انا عايز اقول ايه، لما نادي بيتعاقد مع مدرب بيبقى محدد له هنكسب الدوري، هنكسب بطوله افريقيا، هنشترك في مش عارف في كاس العالم للانديه، في اهداف هو شغال عليها، واخد بالك؟ اذا ما حصلتش هتعمل ايه؟ لازم يكون في شروط جزائيه في العقود على الاقل تقلل الخسائر. يعني مثلا وهو ماشي مش هديله كمان مكافاه 600,000 يورو، شيء غريب جدا يعني بالنسبه ل والله اتفق مع حضرتك 100% يا استاذ جمال الحقيقه. يعني وبعدين احنا برضو يا عبد الرحمن ما شفناش حتى اداء كويس، يعني لما تيجي تقارن هتلاقي السنغال مثلا خرجت، انت ممكن تخرج برضو بالصدفه. احنا بس احنا اصلا اتاهلنا تاهل يعني بنقط ما تاهلش اي حد، احنا معانا ثلاث تعادلات. تاهل ببركه دعاء الوالدين بالظبط. يعني وانت قاعد تتفرج على الماتشات كلها ما حققتش ولا فوز، لما بتتقدم الفريق اللي قدامك بيتعادل معاك في 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 دقيقتين زي ما شفنا. يعني اذا انت لا عندك، يعني انا سمعت جزء من الانترو بتاعك انه مثلا كيروش وكوبر كانوا لا فاهمين طبيعه اللاعب المصري واللاعب الافريقي، احنا بنلعب لاعب بصفات خاصه، صفات بدنيه وسرعات وقوه مختلفه. هم كانوا مركزين مثلا عشان شكلنا يبقى كويس لازم تامن الناحيه الدفاعيه كويس جدا، وبعدين تلعب تطور بقى الهجوم بتاعك على حسب مجريات اللعب، المهم ان انت على الاقل ضامن الحد الادنى من التمثيل المحترم. معاك حق طبعا يا استاذ جمال، يعني كلام حضرتك يعني محترم وصح 100%. ياخدوا قرارهم بلا تردد يعني. حقيقي كلام حضرتك صح 100%، ويعني اتشرفت بوجود حضرتك وبنستمتع دايما بارائك ووجودك معانا في 7 دي سبورت. حقيقة بشكر حضرتك على المداخلة الجميلة دي يا استاذ جمال.